أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. المشاركة بطولة غرب آسيا كانت مخيبة للآمال للجمهور الأردني اللي كان بيطمح إنه يكون في نتائج أفضل للمنتخب، بغض النظر عن الظروف اللي رافقت المشاركة والإعداد للمنتخب. آخر شيء الجمهور اللي بيطلع عليه هو النتائج اللي عم تطلع أمام العلن أمام الدول اللي المفروض إحنا كنا من يعني متقدمين عليهم. نعم، فلذلك يعني الجمهور كان خايب أمله كتير بالمشاركة، وبتمنى إنه إن شاء الله إنه يكون في صورة أفضل للمنتخب في المشاركات الجاية، ونحط هذه المشاركة على جنب. نعم، يعني بشكل عام تقييمك للمشاركة هي ناجحة أو متوسطة أو يعني تحت المتوسط؟ يعني أنا بالنسبة لي كرأي شخصي المشاركة كانت كتير مفيدة، لأنه عرفنا شو عيوبنا، عرفنا شو المشاكل اللي عم تواجهنا، حلو، عرفنا شو ببال الجمهور اللي كان كتير متفاعل معنا، عرفنا كمان إيش العيوب اللي رافقت التحضيرات والقرارات الإدارية الخاطئة في بعض الأحيان نعم التي أدت إلى هذه النتائج السلبية. نعم حلو كثير. طب محمد، نحن يعني بغرب آسيا لعبنا مباراة أمام إيران، خسرنا خسارة كبيرة. يعني أكيد أول شيء أنا حابب إنه أنوه إنه نحن هون في رؤية حابين ودائما بناخذ كل محاور أي لعبة، وبناخذ محاور أي قضية رياضية، بنحاول ناخذ ناس من الاتحاد، ناس من اللاعبين، ناس فنيين، ناس متابعين، حتى جماهير. أنتم يعني كسوشيال ميديا أنا بعرف عندك صفحة على الفيسبوك فعالة جدا يعني، وبدنا نحكي بعد شوي عن السوشيال ميديا وصفحات الفيسبوك تحديدا وأثرها على الجمهور وإعطاء الآراء الشخصية. ولكن يعني إنه هون كموقعك محمد، حبيت إنه أنت تكون معنا اليوم كناس يعني متابعين لمنتخب كرة سلة من الداخل، يعني هم مش إداريين ولا أوفيشيلز، ولكن متابعين وآرائهم دائما محترمة، وبنحب إنه نحن نعرضها على الناس على أساس إنه يكون عنا صورة بشكل عام. الخسارة الأولى أمام إيران كانت خسارة كثير قاسية، وبتوقع إيران يعني نحن كنا دائما راس براس، أو كنا دائما ند، وكان في تحدي دائما مع إيران، ولكن إنه نخسر بفرق تقريبا 30 أو 40 نقطة كانت مفاجأة كثير كبيرة. وطبعا هي يعني كانت كثير شغله سلبيه بدايه المشاركه ببطوله غرب اسيا، والخساره بشكل يمكن كانت خساره متوقعه، لكن النتيجه هي اللي كانت المفاجاه. نعم يعني بسبب زي ما حكيت انا الظروف اللي رافقت المنتخب، يعني منتخبنا تفوق على ايران في بطولتين اسيويتين متتاليتين، يعني حلو. اول بطوله بالربع النهائي، ثاني بطوله قبل نصف النهائي. فاحنا نعم. يعني كمنتخب أثبتنا وجودنا أمام إيران التي يعني تتفوق علينا إداريا وتتفوق علينا فنيا وتتفوق علينا بكل شيء، لكن الحمد لله في السابق كنا نتفوق عليهم بالإرادة والتصميم. نعم. لكن هلأ الخسارة التي يعني اللي وقع فيها المنتخب يعني كانت كتير صدمة قوية، وللأسف يعني كان في تقصير كبير من الجميع. يعني أنا لا أقصد الجهاز الفني ولا أقصد اللاعبين ولا أقصد الإدارة، من الجميع كان في أسباب أدت إلى هذه الخسارة، وبحب أن أحكي أسباب التي أدت للمشاركة السلبية تفضل. بعد شوي. تفضل. طيب هلا نحكي عن التحضير. انت كنت عم تحكي قبل الهواء انه في انت يعني برايك هي السله حصلت فيها اسباب ادت لهذا الشيء، حصلت كثير، وفي شغلات يعني صارت قبل التحضير، يعني اخطاء تمام حصلت خلال فتره التحضير تمام لغرب اسيا، ايش هي برايك؟ هلا اول شيء انا الخطا الاول اللي وقع فيه الجميع هو اتحاد غرب اسيا وتقديم البطوله في شهر واحد. نعم. كان المفروض تكون البطوله بشهر ثلاثه. طب هذا بس خطا ما له هذا علاقه، خطا لا طبعا ما هذا له خطا علاقه على فينا الجميع، يعني. على جميع هذا خطا اجى على كل المنتخبات المشاركه وليس على الاردن، يعني هذا السبب الاول. لا بس هو مش خطا محمد، انه خطا مش خطا منا يعني، لا هذا ما خطا ولا يعني ما بقول لك علاقه انه ولا الاتحاد كره هذا السله السبب، له السبب علاقه هذا في هذا الشيء. اثر على الجميع وليس على الاردن. نعم. السبب الثاني للاسف، يعني للاسف انا بدي احكيها، انه الدوري الاردني لكره السله كان المفروض انه يبلش بشكل مبكر. نعم. الاجتماع الاتحاد الاردني، انا بحكي ضد اللي معه واللي على، يعني نعم الدوري اجتمع الاتحاد الاردني على اساس انه يبلش الدوري بوقت مبكر هذا الموسم، شهر 12 شهر 11، لكن الانديه الاردنيه بعض الانديه الاردنيه بكل اسف كانت تطلع على الناحيه الماديه اكثر من الناحيه الفنيه، فهم كانوا يحكوا انه لا ليش تبلش الدوري بكير ونحن امكانياتنا الماديه لا تسمح لنا بالمشاركه المبكره ودفع رواتب اللاعبين، وانا معهم بالحكي. نعم. بس احنا لايمتى حنضل نحكي هالحكي؟ يعني هذا الحكي يعني كثير غلط. فالاتحاد الاردني بهاي كمان نقطه لهلا ما اخطا باي شيء بخصوص مشاركه المنتخب. نعم. لكن الخطأ اللي إجا بعده هي كأس الأردن، يعني كأس الأردن أصبحت بلا طعم ولا رائحة بعد إقرار نظام بطولة غرب آسيا،
وبعد يعني المنافس اصبحت بلا طعم ولا شيء، يعني ما عم نشوف انه في يعني حتى اللاعبين يعني ما كان في فائده فنيه، اللعيبه انه خروج مغلوب من مره واحده تمام، وفرق لعبت مباراه واحده وفرق لعبت مباراتين، الفرق ما كان مستعد بشكل كافي للمشاركه، يعني تدريبين قبل البطوله يعني. نعم. في بعض الانديه يعني هذا حكي. هلا السبب الرابع كمان برايي الشخصي، المعسكر اللي بدا في المنتخب الاردني اللي بتركيا، يعني اول شيء هو معسكر جيد، الانديه اللي واجهناها انديه قويه. نعم. لكن الغيابات بعض اللاعبين عن المعسكر، وهم كمان معذورين مثل علي جمال واحمد حماش اللي هم في اخر فصول الدراسيه بالجامعه، وفي رشيم رايت، يعني هذول الثلاث لاعبين يعني من يعني مش يعني ممكن بعضهم يعني واحد او اثنين منهم من اهم العناصر بالمنتخب. وتوقيت يعني التوقيت هو كان خطأ من الاتحاد الأردني، توقيت المعسكر يعني المنتخب العراقي شارك عمل معسكر بتركيا قبل أسبوع من المنتخب الأردني، يعني المفروض أن يكون بلش التدريبات والمعسكر قبل بوقت. نعم. ومشاركة نادي الرياضي بطولة دبي طبعا كانت أسباب يعني هالموضوع، بس نحن يعني تجميعنا بشكل عام كان متأخر. طبعا كان كتير متأخر، حتى لو كان يعني في أسباب خارج عن إرادة الاتحاد وخارج عن إرادة، لكن في اشياء يعني في ضوابط لازم تكون موجوده، لازم يكون في ترتيب، لازم يكون في رزنامه، لازم يكون في تخطيطات، حتى لو كان تاخر من اتحاد غرب اسيا في تنظيم البطوله، لكن هذا على الجميع يعني. طب هلا نحن تحديدا في موضوع التحضير، نحن منتخبنا اللعيبه يعني حرام انا عن جد بزعل عليهم، ما لعبوش مباريات يعني فيها تنافس، ما لعبوش اي مباراه تنافسيه بعض منهم ودايركت على المنتخب، الا اللي كانوا مع الرياضي مثلا في كاس الاردن لعبوا مباراه او مباراتين بعدين تم التحضير والتجميع مع المنتخب، بعدين شاركوا مع لعيبه بالدوري اللبناني شغال، الدوري الايراني شغال، الدوري العراقي شغال، وشفنا نحن يعني الفارق الشاسع، وشفنا يعني على ارض الواقع قديش الفرق كان واضح. حتى المنتخب العراقي اللي احنا يعني لكل اسف طبعا المنتخب العراقي كان من احد افضل المنتخبات في السابق، لكن نعم. هلا حاليا وضعه الفني مقارنه بالاردن يعني المفروض انه يكون احنا مستوانا افضل بكثير، لكن شاهدنا نديه قويه للمنتخب العراقي ضد المنتخب الاردني، وهم كانوا متامنين انه يتاهلوا على حسابنا، يعني حتى وصلوا انه يحلموا انه يتاهلوا على حسابنا بطوله اسيا. نعم. هلا بدي احكي كمان شغله على رشيم رايت، يعني رشيم انا مش عم بدافع عنه، بس رشيم يعني 5 مباريات بست ايام، اي لاعب بهي الدنيا حتى لاعب ان بي اي مستحيل انه يقدم مستوى كبير في خمس في ست في في ست ايام، يلعب 5 مباريات بجهد كبير، يعني رغم انه نادي غرافي عم بيعتمد عليه بشكل كبير. نعم. يعني انا ما بدل انه هو لاعب مثلا اوت اوف شيب، يعني مش لائق بدنيا للمباريات، لا هو لائق بدنيا، لكن الارهاق والسفر وكذا والبطولات كان عنده اوفرلود، كان عنده اوفرلود، يعني هاي كمان يعني انا مش انه اوكي مستوى ما كان بال. طب محمد هل تعتقد انه الاتحاد خلينا نحكي يعني باللغه العاميه انحشر في الاسماء المتوفره حاليا، يعني هو انحشر فنيا، انحشر فنيا بالنسبه للمدرب مدرب مراد بركات اللي انا بحترمه كثير، نعم انحشر انحشروا واضطروا انه يعينوا مراد بركات رغم انه كان في خطط اخرى لتعيين مدرب اخر، نعم والاستقرار هو كان يعني الشغلات اللي اثرت عليهم. احنا تجربتنا مع المدربين الاجانب يعني بالفتره الاخيره اخر 3 سنين كانت جيده جدا، ويعني توجت بالوصول لنهائيات كاس العالم والوصول لنهائيات اسيا والحصول على المركز الثاني بفارق نقطه واحده، يعني انا ما بقلل من المدرب المحلي، لكن نعم. المدرب الاجنبي احتك مع بطولات اقوى، عاصر لاعبين مستوى افضل، يعني ووقع تحت ظروف وضغوطات اكثر من المدرب المحلي. نعم. يعني خلال المباريات يعني بعض الاحيان المدرب المحلي يعني معذور، يعني يمكن ما عنده يعني الشغلات اللي بيقدر يعتمد عليها خطط وكذا، فالمدرب الاجنبي يعني بالنسبه الى رايي الشخصي المدرب الاجنبي وجوده ضروري، لكن بمساعده فنيه من اللاعب المحلي بس هو عفوا محمد، يعني هو ما له علاقه بجنسيه المدرب، يعني كجنسيه انه هو هل مدرب اردني ولا هو مدرب امريكي ولا مدرب كذا. طبعا انا بحكي انا كمدرب اجنبي لانه عاصر واحتك بخبرات اكثر منه. اوكي. فلذلك انه انا بجوز خصوصا كره السله هي متطوره في بلدان اخرى اكثر طبعا معنا. والمدربين المحليين انا دائما بتمنى دائما يكونوا موجودين بالجهاز الفني، يعني لا انا لا استثني، يعني لا انه مدرب اجنبي لا يعني انه لا يكون في مدرب اجنبي. طيب يعني نحن بشكل عام نحكي انه كان في خيارات محصوره، انحصرنا طبعاً في خيارات بالجهاز طبعاً. الفني وباللاعبين طبعا. وفي كمان يعني بالنسبه لرشيم رايت كمان انا يعني المفروض ان هذا خطا اداري، هم المفروض انه يتحملوا الاتحاد الاردني على موضوع مشاركه رشيم، لانه القوانين اللي فيه اتحاد دولي كره السله انه اي لاعب تستدعيه
المنتخب لازم يكون على الأقل قبل 72 ساعة من مشاركته مع المنتخب. نعم. فأظن أنه مشاركة رشيم مع نادي الغرافة بوقات يعني نادي الغرافة القطري في وقت قريب جدا مشاركة غرب آسيا هي كمان أحد الأخطاء. نعم. لأنه ما تم التنسيق الإداري والفني مع النادي. نعم. الاخر شيء بدي احكي اخر سبب انه هو تصريحات رئيس الاتحاد هو الهلال بركات اللي انا بحترمه كمان وبوجه له تحيه عند شاشتكم. تصريحات المدرب السيد هلال قبل مغادره المنتخب لبطوله غرب اسيا كان شحن زائد عن اللزوم، شحن معنوي كبير يعني. نعم. او انه حمل اللاعبين انه انتم رايحين تشاركوا وتحصلوا على الكاس. هذا خطأ يعني بالنسبة لي خطأ، لأنه واقع المنتخب بكل صراحة والظروف التي رافقت التحضيرات كانت يعني عكس اللي هو حكى كسيد هلال بركات. بعد مشاركة المنتخب وخسارة وفوز على منتخب العراق، سيد هلال بركات نفسه يعني حكي مغاير جدا عن الحكى قبل مغادرة المنتخب، يعني حكى انه في اخطاء حصلت وفي ولاعبين ما لعبوا دوري ونتعاقد مع مدرب اجنبي وكذا. يعني اوكي يعني سيد طب هلال خلينا نحكي عن التصريحات اللي قبل المشاركة. يعني كان في تصريحات، كان في اعطاء زخم اكبر او اعطاء المنتخب حجم اكبر، دعم معنوي زيادة عن اللزوم. يعني اللاعبين وضعوا انه احنا رايحين نشارك ونفوز ونفوز على منتخبات اكثر تحضيريا منا يعني. نعم. الظروف الفنيه والظروف قبل البطوله لا مؤشراتها غير اللي حكاه سيد هلال. نعم. مع احترامي الشديد. بعد البطوله، بعد خسارتنا من بعد فوزنا على العراق، يعني طلع بالاعلام وحكى انه في بعض الاخطاء حصلت واللاعبين ما احتكوا بالشكل الحقيقي وتعاقد مع مدرب اجنبي وكذا. يعني اوكي انا حكاه هو بس حكاه بعد البطوله مزبوط، بس انا كنت بتمنى سيد هلال انه قبل البطوله انه يكون حكي اخر اوضح في الاسباب. طيب محمد، بنحكي عن حكينا عن المنتخب قبل تصفيات غرب اسيا وفي تصفيات غرب اسيا، نحكي عن المنتخب ما بعد تصفيات غرب اسيا باتجاه التصفيات الاسيويه، النهائيات الاسيويه في منيلا 2013. ايش المفروض يصير؟ أنا هلأ بدي أحكي إنه لازم نحط كل شيء صار بطولة غرب آسيا على جنب. أول شيء لازم الاتحاد الأردني لكرة السلة يراجع حساباته. التفات للدوري هلأ، لأن عندنا دوري، عندنا لاعبين هلأ بدهم يثبتوا حالهم يدخلوا للمنتخب. نعم. المستوى الفني المفروض يكون هاي السنة أحسن من السنة الماضية، مستوى الدوري ومشاركة الأندية هاي السنة حتكون هلأ والتحضيرات مبين إنه حتكون أكثر فعالية من الموسم الماضي. نعم. أنا بتمنى من الجمهور كمان إنه يساهم في نجاح كرة السلة الأردنية، سواء كان عبر المشاركة بمواقع التواصل الاجتماعي أو حتى الذهاب إلى الملعب وحضور المباريات. هذا كمان بالنسبة لي أهم بكثير من مشاركة من وراء جهاز الكمبيوتر. نعم. طيب هلا بالنسبة للدوري، نحن عم نحكي إنه الدوري المفروض إنه يكون مستوى أحسن، بما إنه قانون النخبة تغير شوي، صار عدد لاعبين النخبة شوي أقل وسمح بمحترف واحد في الدوري، فممكن هذا يعني يرفع المستوى. طبعا هذا القوانين اللي يقرها الاتحاد بموافقة الأندية وتحديد قائمة النخبة كثير حتساعد الأندية هلا على إثبات نفسها. نعم. وفرصة للاعبين الشباب إنه يظهروا مع أندية أخرى. نعم. يعني وفرصة ممكن يعني تشكيلة المنتخب يصير عليها شويه تعديل، لان احنا لسه ما حكينا عن سام داغلاس وزيد عباس ومشاركتهم، لان هم يعني من الاوراق الاساسيه في تشكيله المنتخب. وانا بتمنى من دعوه ناس ثانيين. تشكيله غرب اسيا بشكل عام، يعني احنا حكينا انه كان في يعني كان الاتحاد او حتى الجهاز الفني محصور شوي. طبعا كان في خيارات يعني جدا ضئيله، رغم انه في بعض اللاعبين بيستحق يكونوا بالمنتخب وما تم استدعائهم لا القائمه الاوليه ولا البعدين. زي مين؟ يعني مثلا ظهور لاعب مفروض، في لاعب مثل علي الزعبي المفروض ياخذ فرصه. نعم. لاعبين ثانيين مثل ابراهيم بسام، يعني انه لاعب سنتر. طب بجوز ما كانش في وقت مع الجهاز الفني لتصفيات يعني يمكن الجهاز الفني ناثر انه يكون في نوع من الاستقرار. نعم. اللاعبين يتعودوا على نهج المدرب مراد. نعم. بركات وتعودوا على طريقه تدريبه، بتوقع انه احد اهم الاسباب. نعم. يعني طب استدعاء لعيبه كبار، نوجه لهم كل الاحترام بالتاكيد وكل التقدير، مسيرتهم الكثير كبيره في كره السله زي أيمن دعيس رغم اعتزاله يعني الدوري من زمان. يعني لاعب مثل أيمن دعيس أنا بوجه له تحية من عندكم، ولاعب كبير ولاعب يساهم بشكل كتير كبير للمنتخب.
ايمن ساهم مش ان كان ما كان يمكن مستواه الفني بالمستوى اللي نحن بنعرفه عليه، نعم. بس ساهم معنويا بتشجيع اللاعبين حتى خصوصا المباراه الاخيره، خبرته ساعدت بشكل كبير انه نفوز على العراق يعني. نعم يعني بتصفيات غرب اسيا كان ثالث مسجل يعني معدل هي اخر مباراه هي كانت المفصل 6 يعني في المباراه الواحده 20 نقطه، 20 نقطه في اخر مباراه وعدد اكثر من 10 ريباوند في المباراه يعني. نعم. هذا ساهم بشكل كبير طبعا، بالاضافه للاعب وسام السوس اللي كمان يعني كان من احد اهم اسباب فوزنا بالمباراه. نعم افضل مسجل يعني، وبصراحه شال المنتخب على اكتافه يعني طبعا يعني، في المباراه الخبره هي بتلعب دورها بهي المباريات. نعم. يعني بغض النظر عن النواحي الفنيه. نعم. طيب التشكيله المفروض بالدوري انها تتغير او لا؟ هلا انا بتمنى من الاتحاد الجاي إن سواء بالانتخابات نجح سيد هلال او اجى واحد غير سيد هلال، انه يتم التعاقد مع مدرب يراقب الدوري. نعم. يراقب اداء اللاعبين، يراقب تصرفات اللاعبين، خبرتهم بالملعب، رؤيتهم للارض الملعب. بس اي مدرب محمد يعني، عن اي مدرب عم تحكي؟ الدوري رح يبلش هسه وبعدين عندك التصفيات لسه بشهر 11، واذا بده والانتخابات بشهر 3، فاذا بدك تعاقد انت مع مدرب جديد، اي مدرب جديد بده يجي يراقب الدوري لسه قبل الانتخابات وقبل ما يصير في رئيس اتحاد جديد حتى يقرروا من هو المدرب اللي راح يجي، فوين التضارب يعني؟ طبعا الانتخابات هي المفروض تكون باواخر شهر 3 يعني، احنا أوكي. عم نحكي يعني بعد بدايه الدوري بشهر. نعم بكون الدوري شغال بكون خالص حتى مرحله الذهاب، نعم نص جزء من مرحله الاياب يعني. نعم. بس انه اذا كان في نيه للموجود مدرب لازم يكون موجود مدرب في خلال فتره يعني على الاقل قبل بدايه فاينل. نعم. فور حتى يتعرف على اللاعبين بشكل اكبر، يشوف اللاعبين على ارض الملعب. نعم. ما ياخذ يعني يشوف رايه الشخصي وياخذ نصائح كمان ناس من الخبراء. طب محمد نحن اكيد الوقت دائما يعني بيكون اسرع منا، بدي احكي شوي عن السوشيال ميديا، وانت يعني متخصص في السوشيال ميديا، وانا كنت حابب يعني انه انت تكون موجود معنا مشان نحكي عن هذا الجانب اصلا. ثلاث او اربع صفحات على الفيسبوك بتختص في المنتخب الوطني لكره السله، مسميات مختلفه، شيء الصفحه الرسميه، شيء صفحه الفانز، صفحة بشكل عام، بنشوف آراء وتعليقات شخصية للآدمن تبع الصفحة أو مسؤول الصفحة على الفيسبوك، بيحكي رأيه الشخصي، بيأثر على المعنويات العامة، بيأثر على الآراء العامة، خصوصا الناس اللي بعيدة اللي ما بتعرف شو عم بصير، وممكن يكون في تجريح لأشخاص معينين في الاتحاد أو مطالبة برحيل الاتحاد بشكل بعيد عن الموضوعية. يعني احنا هلا في عندنا ثلاث صفحات رئيسية للمنتخب. نعم. يعني أكثر فعالية وأكثر نشاط، وكلهم يعني اصدقائي وبكلهم كل احترام، بس نعم. في بعض الاحيان حتى يمكن احنا منا من صفحتنا صفحه جوردن ناشونال باسكتبول تيم نفس الشيء، يمكن عندنا اخلاط نقع فيها اللي هي اظهار راي الادمن بالمواضيع. نعم. اللي عم بتصير. انا رايي انه لازم دائما نكون محايدين، لازم دائما نطرح الاسئله والاراء ونطرحها للجمهور، هو نعم. الجمهور يعبر عن رايه. طب كيف بتاثر هاي على الراي العام للناس؟ يعني طبعا لما يكون ادم بيحط موضوع وبيتوجه لاتجاه معين، ده اكيد الجمهور حيتاثر. نعم. الجمهور حيحكي رايه بناء على الكلام اللي نعم حط. وبجوز يعني المصداقيه ما بتعرف شو مصادره يعني، او يعني تحيزاته الشخصيه. خلينا يعني اوكي، بغض النظر بيكون متحمس كثير للعبه، بيشوف شغلات غلط على عيني وراسي. في الفيسبوك مثلا او السوشيال ميديا كل واحد له صفحته الشخصيه، انا بتمنى انه كل واحد نعم. يكون فعال على صفحته الشخصيه مش نعم. غلط، ويجي الناس يدخلوا على صفحته الشخصيه، هاي بالاخر بتعبر عن رايه الشخصي. نعم. يعني وانا كثير مبسوط انه في لاعبين سابقين واداريين سابقين عم بيشاركوا بالسوشيال ميديا، مثل لاعب اشرف سماره اللي كثير متفاعل، لاعب مثل علي الدجاني، مثل يوسف ابو بكر. نعم. اداريين مثل امين سناد الرياضي، فادي الصباح. نعم. مثل مدرب السابق والعضو الاتحاد غيث النجار. نعم. ولاعب الاردن كمان رياض عايش، حتى في صحفيين من جرائد محليه، انا كثير مبسوط انهم داخلين وبتفاعلوا معنا، مثل صحفي ماجد عسيله. نعم. وهاشم ابو عياش اللي كمان عنده صفحه خاصه وبيعبر رايه، وانا كثير مبسوط انه عم بيعبر رايه كمان بهيك. نعم. شغلات حلو كثير. طيب نحن ضل معنا دقيقه واحده تقريبا، سام وزيد يعني بجوز قصه كثير كبيره انه نحكي عنها في دقيقه، ولكن بشكل عام يعني بتحس انه اللي صار حاليا هو بالصح ولا بالغلط؟ انا بس بدي اوضح شغله بموضوع سام وزيد، انا ما بحب اتدخل بالموضوع، بس انا حابب اوضح شغله انه الاتحاد الاردني لكره السله لانه نعم. ما خاطب الاتحاد الصيني. نعم. عبر وعدم رد الاتحاد الصيني اعتبر الاردن بالنسبه له الاردن وما كانت الاردن في قاره اسيا سلويا غير محترم، يعني الراي لم يكن محترم
محترم من الاتحاد الصيني. نعم بالتجاهل. فلذلك السبب الرئيسي في الشكوى التي قدمت للفيبا لاتحاد دولة كرة السلة هي عدم رد الاتحاد الصيني وليس الهجوم على اللاعبين. وليس سام وزيد. طيب محمد يعني شكرا كثير بالتأكيد أنا انبسطت أنه بوجودك معنا وانبسطت أنه بهاي الآراء اللي هي دائما مثل ما بحكي بنحاول أنه في رؤية وهون في الهاف تايم ناخذ كل الجوانب، هذا الجانب الإعلامي، الجانب المهتمين في كرة السلة وخصوصا السوشيال ميديا مهم كثير، يعني مهم أنه الناس تشوف مين هذول الناس. إذا بقدر أحكي شغلة صغيرة. تفضل. أنا بدي أشكر يعني الفعالين على صفحات الفيسبوك كلها، أولهم سامي بيروت اللي عم بيساعدني بالصفحة، أيمن أبو دولة اللي بيساعدني كمان بالصفحة، وبالنسبة لكمان أشاد عدلات وعمر أشفاء عمري وكثير من الأصدقاء اللي دائما لهم قلبهم على اللعبة، يعني مش مقصود إنه يكون في هجوم أو شيء. بالتأكيد تحيتنا يعني الحية دائما متواصلة للجميع، شكرا كثير لك محمد وأصدقائي إلى هنا، وصلنا إلى نهاية هاف تايم، تصبحون على ألف خير.